أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا سلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد وما يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا فما أغنت عنهم آلهتهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من
فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير فما يكذبك بعد بالدين
الدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما نار حامية. صدق الله العلي العظيم.